دائما أصول العمل الاجتماعي، ومع السلسلة الأولى تحت عنوان العمل الخيري من مقاصد هذا الدين، فتحدثنا في الدروس الثالثة عن أن العمل الخيري إن شاء الله تبارك وتعالى فيه فعل الخير، ثانيا قول الخير، قولوا للناس حسنا، ثالثا نية الخير، والدرس الأخير كان فيه إن شاء الله تعالى التنافس في الخير والتسابق للخير والمسارعة للخير. يعني هذه كلها تجدونها إن شاء الله تعالى منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسول الله. الدرس تاع اليوم هو الأخير في هذه السلسلة، باش ننتقلوا لسلسلة أخرى في العمل الاجتماعي، وهي اللي كنتكلم عليها السي محمد، الاستمرارية، أي مواصفات العمل الاجتماعي، بديوها إن شاء الله الشهر القادم. اليوم نكملوا إن شاء الله في أن العمل الخيري من مقاصد الدين. اليوم نتكلموا على ستة إن شاء الله تبارك وتعالى نتاع الأمور، وهي من الأصول إن شاء الله تعالى للعمل الخيري. فبدأ تحدثنا عن المنافسة والسباق والمسارعة للخير والمبادرة إليه، لأن الدنيا تمر بسرعة، وإن الإنسان دائما همته في الجوزاء ويريد أن يكون من السابقين المقربين، فإن في كل أمة مقربوها. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل إلى العمل الخيري الاجتماعي الجماعي الجمعوي أصوله. الأصل الأول الدعوة إلى الخير. قال تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذا لابد أن توفر الأمة أمة، الأمة في مجموعها لابد أن تنتدب أمة مجموعة منها، أن تكون من مهامها الدعوة إلى الخير. لماذا لا تكون الأمة كلها داعية للخير؟ ولماذا جعل الله من مهام الأمة أن تكون أمة لتدعو إلى الخير؟ أي بعض من الأمة يقوم بفرض الكفاية الذي ينبغي أن يملأ هذا الفراغ، فإذا لم تنتدب الأمة الكبرى فئة منها لكي تدعو إلى الخير فالأمة كلها آثمة، لأن هذا العمل الذي تقومون به هو فرض كفاية على الأمة. إذا وجد في الأمة أمة، أي جزء منها يقوم بهذا الأمر ليرفع العنة عن الأمة، فالأمة كلها مأجورة مشكورة بإذن الله. لكن إذا لم توفر الأمة هذه المجاميع، هذه الجمعيات التي تقوم بهذا الدور، ويبقى هنالك عوز تشكو منه الأمة، حيث تجد يتامى لا يجدون العائل في بلاد المسلمين، ويموت المسلم في عرصة من عرصات المسلمين والمسلمون يعلمون بذلك، فقد برئت منهم ذمة الله. حتى لا يقعوا في هذا المحظور الشرعي وجب على كل جماعة أن توفر من يقوم بهذا العمل. وهكذا شوفوا الواحد تفسير كيفاش عجيب. يقول تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قالوا الجاهل هو الذي لا يعرف الفقير الذي يسكن في حيه، وليس الجاهل هو الذي يجهل أبجديات الدين. إن الله أطلق كلمة الجاهل على الذي لا يعرف المسكين اليتيم الفقير المعوز الذي يعيش في مدينته أو حيه ولا يلتفت، هذا هو الجهل عند الله تعالى. يا سبحان الله، يا سبحانك رب سبحانك. ولذلك من يسمع واحد العدد تنعز يقول عاش من الخير، هذا كان شي مسكين ما بقى مسكين. هذا هو الجاهل في القرآن، هذا هو الجاهل عند الله، الذي يزعم أن الناس قد أصبحت تعيش الكفافة في مجموعها، هذا جاهل. ولذلك قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه الأمة تقوم بدورين، واسم هذا الدورين؟ الدور الأول أن مجموعة من هؤلاء في الأمة قد أغرقوا في الدنيا وشغلوا بها وأصبح همهم الدنيا،
إذا أنفقوا أنفقوا على أنفسهم أو على شهواتهم، وكأن الآخرين لا ينتمون إليهم، فيتركون المسلمين يموتون وهم في علب الليل فيها أموالهم ينفقون. غافلين غافلين. فلا بد من لهذه الأمة أن توقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم، ليقولوا لهم إن الصدق على انتمائكم للأمة هو أن تهتموا بالأمة، فمن لم يهتم بأمر الأمة فليس منهم. أنت تخرج نفسك من الأمة، لأن الله حينما أكرمك بالمال وابتلاك به فقد جعل حق الفقير عندك، فإذا غفلت عن ذلك وجب على الأمة أن توفر من يدعوك ويذكرك حتى لا تنسى حق الفقراء، فإن الله اقتضت حكمته ألا يقبل أبدا صلاة بغير زكاة، لا يقبلها. حارب أبو بكر المرتدين كما حارب مانع الزكاة سواء بسواء، وهي أول أمة دافعت عن حق الفقراء. شكون؟ الدولة، الأمة. الأمة لا ترضى أبدا لأبنائها أو جزء منهم أن يعيشوا عالة يتكففون أو يموتون جوعا في وقت يوجد فيه من يعيش البحبوحة. أين صدق الانتماء للأمة؟ هذا الدور الأول. تذكير لأصحاب الأموال بواجبهم نحو الفقراء. أما الدور الثاني فإن هؤلاء الفقراء المتعففين حينما تقوم بتوعية أصحاب المال فأنت تنوب عنهم في إبلاغ حاجتهم إلى أصحاب الأموال، تنوب عن الفقير، لأن الفقراء أغلبهم يستحون، ولا يريد الإسلام للفقير أن يسيح ماء وجهه في الأرض فيذهب لكي يقف عند الناس، فلا أن تقف في جهنم فيحترق جسدك أهون من أن تقف عند إنسان لا يعرف حق الله في ماله. لذلك فأنت تقوم بهذا الأمر أيضا حينما تدعو إلى الخير، أنت تذكر أصحاب الأموال بواجبهم الذي أوجبه الله عليهم في مال الله حينما جعل حاجة الفقراء عندهم، وأنت بذلك تنوب عن الفقير، فتقف واسطة بين صاحب المال وبين الفقير كالجمعيات سواء بسواء. وكاين ثالث أنه عنده المال وبغي يعطي لكن لا يعرف لمن يعطي، فيأتي للواسط الداعي إلى الخير يقول له أنا ما عنديش ثقة، الله يرحم والديك، أنا أكثر هذا الناس اللي غيدوروا برا وأنا ما عارف لمن بد فلوسي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله الذي جعلكم الله تسدون هذه الثغرة وتقفون هذا المقام، قد جعلكم الله تعالى بريدا لنا لإبلاغ تقوانا وزادنا إلى يوم القيامة، جعلكم الله تعالى حمالين لأزوادنا ليوم القيامة. لذلك يجي ويقول لك هاك الله يخليك، انا الله يرحم والديكم الله يجزيكم بخير، ديك ست ايام راني حلفت واحد الحلفه وراني خصني نكفر ان شاء الله ثلاث ايام او نطعم 10 تاع المساكين، هذه يديروها لي في البلد نتاع اطعام المسكين نتاع ان شاء الله تبارك وتعالى كفاره اليمين. هذا يجي يقول لك انا الله يرحم والديك اكلت ثلاث ايام عمدا ان شاء الله تعالى وخصني ان شاء الله تبارك وتعالى 180 مسكين وكل مسكين عنده 60 دورو ولا 100 دورو، ها هي انتم مكلوا بها ان شاء الله تعالى ديروها لي في البلد نتاع كذا. فهؤلاء حينما يدعون إلى الخير يحققون هذه الفريضة الكفائية، أي تحريك الجميع في اتجاه فعل الخير، الأغنياء يذكروا والفقراء يناب عنهم، وأنت واسط بين من هو مستعد للعطاء ومن هو مستعد ليأخذ. هذه الدعوة إلى الخير، هذا أصل. الثاني يشبهه ولكن سبحان الله أعم، وهو الحض على فعل الخير. الدعوة تجي هكذا في الجماعة وتقول لهم أيها الناس، كما قال يقول مصلاص، أيها الناس أنفقوا أنفقوا،
حينما دخل عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر أقوام جاءوا من بعيد مجتابي النمور، النمور اسمها هي جلود النمر، مجتابيه لابسين غير الجلود، ويظهر عليهم أثر الشظف والحرمان. فغضب رسول الله فقال: أنفقوا أنفقوا. فبذا إذا بالرجل يخرج من المسجد ويأتي بما معه، حتى جمعوا كومة كبيرة، فتهلل وجه رسول الله على المنبر وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا دعوة إلى الخير. لكن الحظ، واسمه الحظ، واسمه فيه، واسمه المعنى اللي في الحظ والفرق بينها، زيد المبالغة، المبالغة تتجاوز قضية الدعوة إلى تكرار الدعوة والإلحاح في الأمر، لأن بعض القلوب القاسية لا يكفيها الدعوة العامة كلمات جوفاء يسمعها مرة في الجمعة، وقل ما يسمع على المنبر في الجمعة دعوة إلى الخير. لكن الحظ هو عملية متكررة تدق ناقوس الخطر، لأن ترك هذا العمل قد يؤدي إلى نتائج كارثية في المجتمع، حيث يتخلخل، حيث يفقد التوازن، حيث تغيب التراحم والتآلف. فهذه المقاصد الكبرى لا تتحقق ليس بالدعوة، ولكن بتكرار الدعوة في الزمان والمكان والحال. في الزمان، كل الزمان، ليل نهار، في المكان، في المساجد، في الجمعيات، في الحال، في حالة العسر واليسر. حث على ذلك، مش يحتاج الناس يبقى زقي كما في عام الرمادة. عمر الخطاب من النجاد كتب رسالة إلى عمرو بن العاص في مصر، قال: من عمر عبد الله عمر بن الخطاب إلى العاص، كذا يقول بن العاص: سلام من الله، سلام الله عليك، إذا جاءك كتابي فأدرك المسلمين في المدينة. فكتب إليه عمرو بن العاص: من عمرو إلى أمير المؤمنين عمر، رأس القافلة عندك وآخرها عندي. كلمة واحدة. الله 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 أكبر. ولذلك فالإنسان ينتقل من مجرد الدعوة الموسمية في الحال والزمان والمكان إلى الحظ والحث على الخير في كل حالاته، في كل زمانه، في كل مكانه. دعوة تتعدى أبعاد الحال والزمان والمكان. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وصلحت الكذب بالدين يا رب. شكون هما؟ شكون اللي يكذب بالدين؟ اللي يقول الآخرة ما كاش؟ لا، ماشي اللي يقول ما. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأدخل الله عدم الحظ على فعل الخير للمساكين، جعله من التكذيب ليوم الدين. لأنك لو كنت تؤمن حقا عمليا بأنك ستقف يوم القيامة ويقال لك اقرأ كتابك وتجد فيه ما قدمت لنفسك، فحتما لن يرضيك مشهد أخيك المسلم يموت جوعا. وإن كنت لا تجد ما تنفق، فعلى الأقل أن تحظ الذي يوجد عنده ما ينفق لكي ينفق. تحظه، فعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا، لابد من الحظ، حث الناس. وهذه المسألة بقت قليلة اليوم، وكثرتها بزاف، لأنك يقولوا الإرهاب. شوف، حوصرنا في المساجد فلم نعد نجمع لبناء المساجد. فبعد ذلك بدأ يشار بأصابع الاتهام للمسلمين في العالم، فتحدثوا عن تجفيف منابع الإرهاب، خاصة العمل الاجتماعي، حتى أصبح الإنفاق على يتامى فلسطين عمل إرهابي.
هذا من جملة أجندة العالم العدو الذي يحاربنا. سيد ربي قال لك هذا ينافي الإيمان باليوم الآخر الذي لا يحض الناس على فعل الخير وإيصاله لمن يحتاجه في الأمة، هذا تكذيب عملي ليوم الدين. ثم قال تعالى سبحانك رب سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله، أن الله يعذب بالنار يوم القيامة عذابا شديدا لمن توفر فيه شكون خصلتان سيئتان. يا ربي يا ربي يا ربي، كيقول سيد ربي سبحانه عز وجل إيه؟ فمن أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. علاش؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لما قرأ أبو الدرداء هذه الآية بكى حتى خضلت لحيته وقال والله الذي لا إله غيره ما دمت في الدنيا لأعملن على تكسير هذه السلاسل بالإيمان وحظ الناس على فعل الخير، وإن لم تحظ فأنت مهدد بأن يربط يداك وقدماك بسلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا تهديد للأمة كلها، هذا ماشي شيء غير واحد أخر ولا. ولذلك قريب يقولوا الناس باللي هذه مسألة، هذه الآية اسمه تتضمن فريضة عينية على كل مسلم. إذا كانت الدعوة إلى الخير فريضة كفائية فإن الانتقال إلى حظ الناس على فعل الخير اللي ما يطلب لا علم لا ويدك لا وردك في كل مكان، هذه تنقل الفريضة الكفائية أي من الدعوة إلى الخير إلى الفريضة العينية التي هي الحث إلى على الخير. فالحث على الخير واجب كل مسلم كوجوب الصلاة، لأن لما درتوش مهدد بهذه الآية. يا الله. ثم شنع الله على الكفار والمشركين، شنع عليهم، وكان مما شنع عليهم هذا الخلق السيء. قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. إن من أشنع وأقبح أخلاق وسلوكيات أهل الجاهلية لا يحضون، وكل من لا يحض اشترك مع المشركين في صفة قبحها الله من فوق 7 سماوات. إذا كيقول لك سيد ربي يا زيد لا تتشبه بأخلاق المشركين، فإن من جملة أخلاق المشركين اسمه وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ردوا عليهم وقال لهم إلا واش حنا نمشيو نطعموا الناس وربي هو اللي يطعمهم، انتم في ولا والذين ينكرون على الناس فعل الخير هم الذين يعيرون من يقول انفقوا. وقالوا لهم انتم اللي في ضلال مبين، انتم اللي ارهابيين اللي كيدعيو للناس لفعل الخير وايصال الخير لمن لا يجده اصبح واسمه هو في ضلال مبين عند الذين كفروا المشركين. ولذلك يقول لك سيدي ربي انك ان لم تحض الناس على فعل الخير زين فكأنك تتشبه بأخلاق المشركين. هذو 3 إذا كان إن شاء الله تبارك وتعالى دعوة للخير زيد والحظ على الخير، والثالثة إن شاء الله تعالى التعاون على الخير. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا نجدكم أبدا تجتمعون على منكر لتنصروه ولا على مجرم لتؤيدوه ولا على مستبد لتساندوه ولا على خمار قمار لتجدوا الأعذار له، اجتمعوا على
بس لا اله الا الله محمد رسول الله. العالم غادي يجتمع على التعاون على الخير، تعاون على الخير، اجتماع جمعيات منظمة تجتمع على فعل الخير وإيصال الخير إلى الناس. تعاونوا على هذا الخير. أنا من ندخل الجمعية نصيب نفس الوجوه القديمة، نقول متى نورث هذه الخصلة الطيبة لشبابنا فينشؤون على محبة الخير للناس. وحينما دخلت هذا اليوم ووجدت الشباب والصغار هم المنخرطون عمليا في تقديم الخيرات للناس، يستبشر الواحد وكأنه يطمئن على الراية التي يحملها، أنه إذا رحل من دار الغربة هاته إلى دارنا التي نبنيها بأعمالنا نكون قد اطمأننا على مسيرة الخير بعدنا. فإن متنا فعداد فعل الخيرات التي كنا سببا في وضعه لا زال يشتغل. لأن أنجح الناس كن هو، أنجح الناس كن هو، شكون هو الذي يورث زين العمل. واحد السيد يمشي لواحد الجهة ويكون يدير الدعوة ويموت وما يخلي حتى واحد، ينقطع الدعوة بموته. يا لطيف يا لطيف. ولا واحد الجمعية كيكونوا مجموعة تاع الناس فيها شيوخ مبرزين أفنوا زهرة شباب في العمل الخيري، لكن لمجرد مثلا أن يستأثر الله بجوارهم إيوا ويخليوا المسألة ما كاين حتى وعد، نجحوا في العمل الخيري، لكن نجحهم مؤقتا. نجاحهم مؤقت. ولذلك دائما الإنسان تكون عنده النظرة استراتيجية تاع استمرار العمل، واستمرار العمل لا يتم إلا بتوريث هذا العمل لأبنائنا، لفلذات أكبادنا، لشبابنا، ليظل العمل مستمرا بعدنا. خصنا واش نديرو؟ نجيبوهم، نفتح لهم الصدور، نرحب بهم، نتعامل معهم بالحسنى، نذكر لهم الأجر الذي يأخذونه. فالشاب الذي نشأ في عبادة الله يحشر يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. يا الله يا الله، ما هذا الخير، ما هذا الفضل العظيم، خير كبير. فلا بد أن نورث، ولذلك نتعاون على البر والتقوى، لأن اليد الواحدة لا تصفق لوحدها، ولأن خيرة الخلق المؤيد بالوحي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره، قادر غير بنصره، ولكن قال وبالمؤمنين. خيرة الخلق أيده الله بنصره، قالوا إلا تنصره فقد نصره الله. لقيت اللي كان خارج من مكة غير وحده مع سيدنا أبو بكر، لكن في التلك أقول له شوف، ومع ذلك اقتضت سنة الله في الكون وسنن الله تعالى لن تجد لها تحويلا ولا تبديلا، أنه وجب وجب على الأمة أن تتعاون لتحقيق المقاصد والأهداف المتوقعة، ومن بينها انتشار الخير، انتشار الخير في الأمة. فتعاونوا على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يقول مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأشعريون مني وأنا منهم، وهم من أهل اليمن في دوس. ليه يا رسول الله مشيت حتى اليمنيين؟ علاش خليت هذا ومشيت الأشعريون مني؟ درتهم من أهل بيتك وقربتهم إليك؟ بماذا تميزوا؟ قال إن الأشعريين مني وأنا منهم، لأنهم كانوا إذا أرملوا أي أصابتهم الجائحة، أصابتهم الفاقة، أصابهم الجفاف، أجدبت أرضهم، قلت مؤونتهم، ماذا يفعلون؟ يخرج كل رجل منهم ما عنده من قوت في بيته فيجمع في مكان وصعيد واحد فيقتسمونه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
يا الله يا الله يا الله يا الله، كادت تختفي هذه المظاهر إلا في مدينة غزة على ما أعلم. هذه المظاهر كادت تختفي من حياة المسلمين، ولكن لن تختفي ما بقي مسلم على وجه الأرض. ففي غزة يفعلون هذا، وفي كثير من مناطق ديال المؤمنين حقا، وخاصة الذين يعانون الحصار، لا حيلة لهم إلا بهذا. يتجاوزون هذه الأزمات بهذه الطريقة. داري دارك، واللي عندي ديالك، والسلام عليكم. هذا فالتعاون على الخير هو من محاسن هذا الدين، وبالعكس لا نتعاون على الإثم والعدوان، لا نتعاون على الإثم والعدوان، هذا التعاون. إذا كان إن شاء الله تعالى هذه ثلاثة، الدعوة حاجة فوقها، الدعوة غادي تكون إن شاء الله فريضة كفائية، لأن الأمة زيد الحظ والحث على الخير اللي هو واجب وفرض عين على كل واحد في الزمان والمكان والحال، زيد وينتقل إلى تعاون على الخير، جماعة تتعاون على الخير. وتعاونوا، ما معنى تعاونوا؟ كلكم، أي الأمة مخاطبة كلها في هذه الآية، ليس هنالك شريحة معينة. وقضية تعاونوا ايوا سيدي، الحكم تاعها في الشرع، واسمو هي واش واجبة ولا مندوبة، ليس هناك ما يصرفها إلا إلى الندب. يقول العلماء ديال الأصول أن الأمر الإلهي للمكلفين يأخذ صبغة زيد الوجوب ما لم يرد صارفا يصرفه إلى الندب. إذن وتعاونوا هو إن شاء الله تبارك وتعالى أمر للوجوب، فإن تركته الأمة تأثم أيضا. ما عرفتش واش نزيد داخلي الآخر، نزيدوا إن شاء الله واحدة أخرى. لا إله إلا الرابعة، أنا كنت ناوي نديرهم ستة، ولكن الرابعة إن شاء الله نكملوا بإذن الله باش ما نطولوش عليكم. الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى، كما أن الله حثنا على الدعوة والحظ على الخير والتعاون، في المقابل شنع، قبح، حارب في الأمة مناعي الخير. في أمة محمد يوجد من يمنع الخير. ما يدير الخير، ما يخلي الناس تديروا الخير. عتمشي تعطي للجامع، الله لا ياكلوه. اسكت يا صاحبي، انت ما تديرش الخير، انت واش شغلك؟ العيال قول لهم، انا كنت نقول في الخطبة، علاش تسقسيوني واش يوصل ولا ما يوصلش؟ أنت بمجرد أن تعطي المال للجمعية فأنت مالك قد وضعته بيد الله، أجرك تام تام تام، وإذا دخلك ريب صغير وسعني الله يرحمه، وسعني ما تعطينيش. وحينما يصل مالك إلى الجهة المعينة المنتدبة لهذا الخير فأنت صدقتك وصلت إلى من تريد إيصالها إليه. اسكت اسكت، شكون يتحمل المسؤولية؟ من وصلت إليه فليوصلها ليأخذ الأجر أو ليخن. وويل 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 للعابثين بأموال الأمة، وويل لمن أعطي مالا لجمعية وحدد وجهتها فحرفها دون أن يكون لصاحب المال علم بها. أنت وصلت، أنت وصلت، صافي أنت وصلت. رحنا راك شكل بعض الإخوان المساكين اللي ماتوا في المسجد، ماتوا في الأخوة اللي في الدار البيضاء، الخطيب ني جاي يتكلم مسكين على قضية، مات سكت قلبه. الأخ نتاعنا كي يتكلم على المعاناة نتاع فلسطين، مسكين ورفدوه من تما، مسكين ورفدوه للسبيطار. إخواننا عبد الرزاق المروري استشهد رحمه الله وهو يوزع الأوراق نتاع المسكين نتاع القدس ونتاع نصرة قضية فلسطين. عائشة قيل لها، لماذا لا تعطي المسكين الدينار حتى تضعينه في المسك تمسكيه؟ قالت، إنني أضعه بيد الله قبل أن أضعه بيد المسكين، أولم تقرأ قوله تعالى، من ذا الذي يقرض الله؟ أنت تقرض الله، أنت تعطي لله، أكثر تصدر بنتك ولا عندك شي شك، أرد فلوسك. قال تعالى، لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل
حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نفيم عتل بعد ذلك زنيم. تخيل وش حافي هذه الخصله، شو مناع الخير جا في الوسط، وشوف باش توصل مناع الخير واسمه كان، وشوف منين مناع الخير في الوسط فين وصل. ولا تطع زيد حلاف ماشي حالف، حلاف والله والله ما عندي، والله الا راني نموت، والله ما والله الا راني مكرفص، والله سيدي واش حلفتك انايا؟ اللي عندك راه عندك وصافي، اللي عندك راه عندك، ما يقدرش يقول لنا ستارين الحمد لله. لقيت لك راه يقول لك راح نسلكوا، قول لك سلك سلكنا معك، خير هذا يا خير. كل حلف مهين، ما معنى مهين؟ حقير. ما معنى حقير؟ دنيء النفس، نفسه مرتبطة بالحفر مشدود إلى الأرض فقيق الدنيا. حقير نفس دنيئة، نفس ترضى بالدون، تعيش في الحفر. كما قال سيد ربي كمثله، مثله كمثل الكلب، قالك ربي ولو شئنا لرفعناه ولكنه أخلد إلى الأرض ذلة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ما عنديش ما عنديش ما عنديش، الدعوة صغيرة، رحنا ميتين، الأزمة كبيرة، أما نبيع والو، أما ندير والو، أمشينا أخر دار لك الأزمة، السماء ما صبتش أكذا. هذا الشيء اللي تسمع، مهين حلاف المهين، هماز. ما معنى هماز؟ يسخر بالآخرين. والموضوع تاع السخرية تاع الناس بالآخرين واسمه هي؟ ماشي يسخر بهم، ما عندوش، مكمل، ما خدامش، ماشي راجل. الناس مشات ليه وجابت الفلوس هو جاب ليه كذا، غير على هاش هماز. زيد مشاء أي كثير المش، ماشي مشاء بين الناس، باش بنميم يفرق الناس يفرق الجماعات. عجا مناع للخير، اي مناع للخير جات متوجه لمن؟ حلاف مهين هماز مشاين بنميم مناع للخير، مش غي منع ولا مانع، مناع. دورو ما تديش، دورو 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 واحد. يا بنات نمشي انا مع الصباح ونصيبهم هكذا عند جايبين مساكين ذوك المنظر تاعهم، وغاديين فين كاين القمر ديال تسو. يا ربي ماتي التماثيل انتم لاعك، وجاب لي ربي نخدم حداهم كل صباحيه، البرد الشتاء شيباني يرجف وباقي هذاك. يقول لي شوفي العود شوفي العود، ودوره ما يديش لولاده وما يديش، يضيعهم تما ويمشي، والعياذ بالله يبيع الدار ديالو، يبيع العرض ديالو، يبيع كل شيء. مشاء بنميم مناع الخير وتعطيك النتائج، من بعد اسمه معتد أفيم العدوان، لأن الفلوس ما يقدوش ويطمن الآخرين فيعتدي، وباش يعتدي يمد الفلوس، لأن الدنيا هي جنته، فهو معتد لا ضوابط لا أفيم. قال لك سيد ربي وعدت عتل، زيد واسمه العتل، واسمه العتل المتكبر صاحب الدنيا متكبر عتل. والله يستر بعد ذلك زيد، واش مو وزاني، واسمه وزاني ماشي ولد الاصل، يا اعوذ بالله، الاصل تاعو مخترق، ولذلك ما يحس بالانتماء لهذا البشر هذو العاديين. كما قالوا الاخرين اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يعطي يدير العرس ب 700 مليون، لو كان يجي تقول له مثلا فلسطين، لا خليني فلسطين، مثلا راه عندنا واحده السيد مات في هذا الحي، والحي مكمل بغينا الكفن، راه هذا دور على الكفن، الكفن هذا شحال تاع الكفن؟ 20000 فرنك. لا اله الا الله محمد رسول الله. لذلك سمعت سيدي لهذا العجب اللي جمعهم الله تعالى في مناعي الخير، والله ان الامر لا عجيب. احسب احسب
ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، فلا تطع كل حلاف مهين، نفس دنيئة مهين، حلاف مهين، زيد هماز يحتقر الناس، مشاء بنميم، زيد مناع للخير معتد أثيم، شحال هذه ثمانية، عتل بعد ذلك زنيم، شحال الصفات العشر تتوسطهم مناع للخير، كأن الأولى هي الأسباب التي تؤدي إلى المناع، وكأن الآخرة نتيجة هذا الكبر والعتل وهذا زنيم، كأنها والعياذ بالله نتيجة. يا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشنع الله وقبح الذي يمنع الخير. ما تديرش الخير ما تمنعش الخير، ما قدرت تدير الخير ما تمنعش الخير، الله يرحم لك الوالدين. قال لك سيدنا أبو بكر الصديق، ثلاث هي من أخلاق الشاكرين المحسنين. ما تكون غير في الناس الأولى، واسمه هي الدعاء للمدبرين الذين قاتلوا في سبيل الله ومساكين انهزموا وفروا، ادعي لهم الله يا ربي. الدعاء للمدبرين والفرح للتائبين، إذا تاب الناس تفرح لهم، زيد زيد، ودعم المحسنين. واخا ما تقدرش دير الخير تقول لهم الله يجازيكم بخير على العمل، الله يرحم لك الوالد، ما انت ما عندكش تفوت على الناس يديروا الخير بحال الجمعيه تقول لهم والله الا راكو عمرتوا لنا هذه الثغره، جزاكم الله خير، اعانكم الله، وفقكم الله، احنا ما قديناش نديروا بفلوسنا، رحنا في الليل كندعوا لكم الله تعالى، هنيئا لكم هنيئا لكم هنيئا لكم. يعني على الاقل كتكون معهم كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كما يروى ان شاء الله تعالى الى ماشي صحيح كيقول لك الى ما كن عالما، ولا ما كنتش عالم كن متعلما، ولا ما كنت عالم ولا متعلما كن جليسا، شو اسمعهم بعد تدي، ولا ما كنت عالم ولا متعلما جليسا اسمع، كن محبا لهم ولا تكن خامسا فتهلك. كن عالما، حفظها مزيان، كن عالما او متعلما او جليسا لهم أو محبا، على الأقل ما تجلسهمش ما عندكش الوقت، محبا فلا تكن خامسا فتهلك. وحنا كنقول كن فاعلا للخير فإن لم تكن، كن قائلا للخير فإن لم تكن، كن ناويا للخير فإن لم تكن، تنافس مع إخوانك في الخير فإن لم تفعل، سارع معهم في الخير فإن لم تفعل، فسابقهم في الخير فإن لم تفعل، فادعهم إلى الخير فإن لم تفعل، فحثهم على الخير فإن لم تفعل، بعد الحث واش ما قلنا تعاون معهم ولا ما كاش كاع، فأحبه ولا تكن مناعا للخير. بقيت خصلتين إن شاء الله في هذه السلسلة، أبى الله إلا أن تكون قبل شهر رمضان آخر حصة هذا العام، ننهي بها هذه إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في شهر رجب الخير في خاتمته إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.